يقول أثناء الركوع يعني بعض الناس لا ينحني كثيرا، ما ينحنيش لحد الركوع المعتاد، بل يحني ظهره قليلا فقط. يقول هل هذا يعني يترتب عليه شيء؟ أولا هذا يسمى ركوعا لغة، يسمى ركوع، وبالتالي هو من بدأ في الانحناء يصدق عليه أنه ركع وأتى بالركن، لكن الذي ينبغي والصفة المسنونة أن يكون ظهره مستويا، يعني يضع يديه على ركبتيه وما يخليش الرجلين متنيات، يخليهم مستويات، ويضع اليدين على الركبتين، والمرافق تكون مستوية أيضا مش مقوسة، والظهر يكون مستويا، يكون هكذا يعني يركع بصفة يكون فيها مستوي الظهر تماما كأنها طاولة هيك. هذا الصفة المسنونة للركوع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطأطئ رأسه الأسفل ولا يرفعه، بل يساويه مع الظهر، يكون الظهر مستوي مع الرأس. هذه الصفة المسنونة والتي ينبغي أن يحرص عليها، لكن ما دام يعني انحنى فقد أتى بالركوع ولا تبطل صلاته.